صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة يا صاحب الزمان، عظم الله أجرك مولاي في هذه الليلة، أصعب ليلة على قلب المولى هذه الليلة، ليلة عاشوراء. المرحوم العلامة الأميني صاحب الغدير كان يأمر المؤمنين في هذه الليلة أن يدفعوا الصدقة عن قلبي ولسلامة قلب مولانا الحجة، لعظم المصيبة على قلبه في هذه الليلة، لأنه العالم بمصيبة جده أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء. السيد حيدر الحلي خاطب الإمام في هذه القصيدة اللي في أواسطها الإمام يقول لك: كف يا سيد فلقد قطعت نياط قلبي، على هذه القصيدة. ما أعظم هذه القصيدة التي يندب فيها صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الله يا حامي الشريعة أتقار وهي كذا مروعة بك تستغيث، وقلبها لك عن جوع يشكو صدوعا، تدعو وجرد الخيل مصغية لدعوتها سميعا. سيدي ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فاشحذ شبع عظم له الأرواح مذعنة مطيعة، سيدي كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله، أصوله تنعى فروع، أيوه
صبرت لوقعة الطف الفظيعة يا ترى تجيء فجيعة يا انبئم الله من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحنت ظلايا وإلى سيدي إلى هذا البيت. لما وصل السيد الإمام قال له كفى يا سيد فلقد قطعت نياط قلبي. إيش يحمل هذا البيت من مصيبة؟ لاحظ قطع نياط قلب الإمام ورضوه بدم الوريد مخضبا فاطلب رضي يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيع ما ذنب أهل البيت أيات حتى منهم أخلى ربا صائبهم وأجمعها فظيعة يا ابو صالح يا ابو صالح جزاك العتب واللوم وتصبر على اخذ الثار لليوم ويا من لك ما راح مظلوم يا مذبوح يا مجتول بالسيم يا مذبوح يا مجتول بالسيم عجب كل العجب منك يا محجوب ما تنهض تجيم علي الحروب نسيت اللي سباها وقطعت دروب لا ناس الضلع لما تعشم لا ناس الضلع لما الشيب صاحب العزاء صاحب المصيبة سيدنا ومولانا صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام يزور جده الحسين. أقرأ على مسامعكم بعض المقاطع من زيارة الناحية المقدسة هذه الليلة. بس نعي بس بكاء
في هذه الليلة، تضج السماء بالبكاء في هذه الليلة. سيدتنا الزهراء تبكي لولدها الحسين، رسول الله حزين لولده الحسين ولسبطه، أمير المؤمنين، جميع الأنبياء، جميع الأئمة، الكل ينادي لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، روحي لك الفداء سيدي ومولاي. وإذا بصاحب الزمان اللي هو أعلم بالمصيبة، أعرف بالمصيبة، يزور جده الحسين بهذه الزيارة التي أقرأ على مسامعكم بعض المقاطع منها. توسلوا بصاحب الزمان، اطلبوا قضاء حوائجكم، الأمن والأمان لجميع المسلمين، الأمن والاستقرار والثبات على الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله من خليقته، السلام على شيث ولي الله وخيرته، السلام على إدريس القائم لله بحجته، السلام على نوح المجاب في دعوته، السلام على هود الممدود من الله بمعونته، السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته، السلام على إبراهيم الذي حياه الله بخلته، السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته، السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته، السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته، السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته، السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته، السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته، السلام على شعيب الذي نصره الله على أمته، السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته. إلهي بحق الحسين في هذه الليلة اغفر خطايانا يا الله. السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته، السلام على أيوب الذي شفاه الله من علته، السلام على يونس الذي أنجز الله مصون عدته، أنجز الله له مصون مضمون عدته، السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته، السلام على زكريا الصابر في محنته، السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته، السلام على عيسى روح الله وكلمته، السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين، على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته، السلام على فاطمة الزهراء ابنته، السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته، السلام على الحسين الذي يا حسينا وسيداه، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ابن خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، السلام على ابن زمزم والصفا يا شيعة أيؤوا، السلام على المرمل بالدماء وحسينا.
السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكني كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء، السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل البراهين، السلام على الأئمة السادات، السلام على الجيوب المضرجات. يا موالون انظروا الإمام في سلامه في هذه السلامات اللي يسلم الإمام في كل سلام يسلم على مصيبة من مصائب أبي عبد الله الحسين. السلام على الجيوب المضرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات وحسينا، السلام على الرؤوس المشعلات، السلام على حجة رب العالمين، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين، السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين، السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين، السلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين، السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير يا شيعة، السلام على الأبدان السليمة معا، السلام على العترة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على من طهره الجليل، السلام على من افتخر به جبرائيل، السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل. يا موالون يا صاحب الزمان، السلام على من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من عريق بالظلم دمه، رحم الله من نادى وسيدا، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، لا يبقى واحد ما يصيح وحسينا، السلام على المنحور في الورى وسيدا، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، لبيك يا حسين.
ليتنا كنا دونك يا أبا عبد الله. نقرأ مع بعض، كلكم سلموا على الإمام بهذه السلامات الموجودة في هذه الزيارة. السلام على الشيب الخضيم، السلام على الخد التريم، السلام على البدن السليم، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك، الحافين بتربتك، الطائفين بعرصتك، الواردين لزيارتك. السلام عليك، فإني قصدت إليك ورجوت الفوز لديك. السلام عليك، سلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البريء من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع الحزين الواله مستكين، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف. اي والله، وبذل حشاشته دونك للحتوف، وجاهد بين يديك ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك الفداء، وأهله لأهلك وقاء. هذا لسان حالنا ومقالنا، هذه عقيدتنا في هذه الزيارة في هذا المقطع، هذه عقيدة المؤمنين رجالا ونساء. فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، انظر ماذا يقول صاحب الزمان، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يا شيعة يا موالون، عظم الله لك الأجر. الكل ينادي، نعزي في هذه الليلة مولانا صاحب العصر والزمان. وأذكر لكم بعض لقطات هذه الليلة ومقتل عبد الله الرضيع، وشيء من وداع مولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه المقدمة. الكل يعظم الأجر لمولانا صاحب الزمان. سيدي يا صاحب الزمان، علم الله لك الأجر بمصيبة جدك الحسين، رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا 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 في مثل هذه الليلة. سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين
خرج من خيمته يتفقد التلاع والروابي خلف المخيم، خرج خلفه نافع مخافة على وجود الإمام لكي لا يقتل من قبل الأعداء. الإمام نظر إليه، نافع هذا؟ قال نعم. ما أخرجك؟ قال له سيدي ومولاي مخافة عليك، خوفا عليك يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، لماذا خرج؟ قال خرجت أتفقد التلاع والروابي لكي لا يكون مكمنا للأعداء يوم نهجم ويهجمون. وويلا. والبعض يقول أخذ المولى يجمع الأشواك الموجودة خلف المخيم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن بنات رسول الله سيهجم عليهم الأعداء، فتهرب العلويات من المخيم، ولكي لا تصاب إحداهن بسوء التفت الإمام إلى نافع، قال له يا نافع ألا تسلك بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ قال له يا ابن رسول الله، فوالذي من بك علي، إن فرسي بألف وإن سيفي بألف، لا أتركك حتى يكل عن فري وجار. ثم ذهب المولى إلى خيمته. يا شيعة يا مهلون، أشجع صورة وحالة في هذه الليلة حدثت هذه القضية. ذهبت إليه سيدتنا زينب سلام الله عليها، جلست عنده وهي باكية العين. آه زينب لفت يم حسين، هذه الأبيات اسمعها، هذه الأبيات نطق على لسان الشاعر الروح الأمين في هذه الأبيات. زينب لفت يم حسين لكن قاب عبلم، تقل له يا ضو عيوني علي من الفزع ملتم، تعلت لي أهل الخيمة وتفسر الصخر ولته، طبت قعدة قبالة وعالخد دمعته، تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبته، سالف لي ماي العين لا تخفي علي حزين، علي من الفزع صابين، واشوف بكثر عج الخيل وادي كربل غيم، اويلي من سمع حسين سالت دمعة عيونه، يقلها خاف اسولف ليج وجهك ينخطف لونه. يا زينب جتلي وجتله هالبيتي، رحم الله من نادى يا سيده، جتلي وجتله هالبيتي يا اختي القوم يردونه، لابد ما تشوفينه فوق الثرى مقطعينه، يا زينب لا تنوحينه، عينك عاليتام النار لو شبت بالمخيم. وويله، هكذا يكون؟ اين الذين كاتبوك اخ حسين؟ تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوله، يقل لها يا نور العين كل هالقلبة تعلينا، تقل له حمل ضعونك وسدر للوطن بينا، يقل ما يخلوني اسدر بعد بضعوني، نيتهم يجتلوني. ويلاه وحزناه، آه والأكبر يا
يذكر لها المصايب. والأكبر على الأرض مطروح يا اختي عيونك تشوفه، وجاسم على الثرى مرمي بدال العرس والحوفه، واخوك على النهر نايم يما مقطع جفوفه، يما رايت وجوده وعانه بسهم ممروده، بطل حيلي على زنوده لو شفتيهم بكتره، وجسم على الثرى مخذم بعد سيدي ومولاي يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفنا، وعبد الله طفل اختي بدم الاحرام طوقينا، يا شيعة لو شفت الشمر يمي بعدي لا تقربينا، تراه يقطع بنحري وويله ويتربى على صدري. لمن يحكم الباري وهو بحالنا أعلم، يا شيعة ما إن سمعت سيدتنا زينب هذه الأمور اللي بينها الشاعر في هذه الأبيات لطمت على رأسها وصاحت ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم مات جدي رسول الله، في هذه الليلة نادت اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن. ثم قالت أخ حسين هل استخبرت نيات أصحابك مخافة أن يخذلوك عند الوثبة؟ نافع واقف يسمع كلام سيدتنا زينب سلام الله عليها وهي تقول هل استخبرت نياتهم؟ قال لها نعم استخبرت نياتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعص يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بثدي أمه. نافع سمع هذا الكلام بالعجل راح إلى حبيب بن مظاهر إلى شيخ الأنصار، قال له حبيب تعال اسمع سيدتنا زينب ما الذي تقول، تخاف أن نخذل المولى عند الوثبة؟ قال فوالذي لا إله إلا هو، فوالذي من به علي لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الساعة. الله بدأ ينادي حبيب بن مظاهر ينادي الأصحاب الكل، يا يوث الكريهة يا أنصار أبي عبد الله الحسين، تطالعوا من خيام كالأسود الضارية ومعهم بنو هاشم، قال لهم ارجعوا لا سهرت عيونكم، ذهب إلى خيمة أبي عبد الله الحسين وقف ينادي ومعه الأصحاب ينادون عن نصرتهم وعدم خذلانهم لأبي عبد الله الحسين. يا شيعة مؤمنين مؤمنات بنات رسول الله بدأنا بالبكاء، والكل يشكر أنصار أبي عبد الله الحسين، قاتلوا دون أبي عبد الله. وهذه الليلة يا موالون قضاها الإمام وبقية الأنصار بين قائم وقاعد
وراكع وساجد لهم دويا كدوي الناحل إلى الصباح حتى بدت المعركة. بدأت المعركة وويلا يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز معكم فوزا عظيما. يا شيعة يا موالون الكل ذهب، أرباب الحوائج اللي عنده حاجة من هذا المقطع، مقطع عبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليه، أرباب الحوائج اللي عنده حاجة يطلب حاجته، عبد الله الرضيع من أعظم أبواب الحوائج اللي ماخذ بمجامع قلوب الأئمة والشيعة كلهم. أذكر لكم هذه القصة لعله مو مناسبة بس هي ماخذة من قلبي مأخذها. سمعت واحد يسولف عن هذا الذي يمثل دور حرملة، يمثل دور حرملة، يقول كنت قاعد مع أمي أشوف اللقطة اللي رميت السهم إلى عبد الله الرضيع، يقول أمي كانت جالسة قالت انكسرت يدك، قلت لها أمه هذا تمثيل أنا جاء أمثله، قالت انتهى من كسرت إيدك. كيف ترمون عبد الله الرضيع؟ شلون واحد ينطي قلبه؟ هذا الطفل الصغير، هذا الرضيع الصغير عمره 6 أشهر الآن يدخلون شبيه عبد الله الرضيع، كلنا ودنا نقوم نقبله نبوسه نتبرك به، شبيه رسول الله ابن أبي عبد الله الحسين حفيد فاطمة الزهراء. الإمام يرفعه بين القوم ينادي الدمستاني شي يقول أحبتي، قال يا لله من خطب فظيع أنا المذنب أم آل الرضيع، حاشاك مولاي لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في نشأة. جماعة قالوا هذا طفل صغير خذوه واسقوه شربة من الماء، جماعة أخرى قالوا لا تلقوا عليهم باقية. حدث اختلاف، صار اختلاف ونزاع بين القوم، وإذا بابن سعد ينادي يا حرملة اقطع نزاع القوم، قال ما الذي أصنع؟ قال ارمه بسهم ويلا ومصيبته. حرملة لما جابوه إلى المختار قال له يا لعين أنت الكبار قاتلوا قتلوا اقتلتهم، إلى سهام رماها سهام مركزة لعينة مسمومة رمى بها أهل البيت. هذا الطفل الصغير ما احترق قلبك عليه؟ قال لي لما قال لي ابن سعد أمرني أن أرميه بسهم كنت مرددا في أي نقطة من نقاط جسده أرميه، كان برقع على وجهه هبت ريح رفعت البرقع بال لي بواضع نقه كإبريق في الضحك. رق من الورود هذا الطفل وويلاه وحزناه، يقول وضعت السهم في كبد القوس ما تردت، رميت السهم إليه ما ترددت ومن كسر قلبي، أصابه السهم من كسر قلبي. قال له متى انكسر قلبك؟ قال له انكسر قلبي حينما أحس الطفل بحرارة السهم، أخرج يداه واعتنق أباه الحسين وأخذ يرفرف كالطير المذبوح، رحم الله من نادى ورضيعا ومظلوما وصغيرا. الله يحفظ لكم أولادكم وأطفالكم. السماء إخوتي وأحبتي كم مرة نادت ليلة تغسيل فاطمة الزهراء ووداع الحسن والحسين، السماء نادت ارفعهما يا علي فلقد أبكيا ملائكة السماء. هاي مر مرة ليلة مقتل أمير المؤمنين جبرائيل نادى بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. مرة في يوم عاشوراء بعد مقتل عبد الله الرضيع الإمام أخذ من دم عنقه رمى به إلى السماء قائلا هون ما نزل بي أنه بعين الله. الله
اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، وإذا بهاتف من السماء ينادي دعه يا حسين، فإن له مرضعا في الجنة يقول باقر آل محمد لم تسقط قطرة على الأرض من ذلك الدم، ولكن يا شيعة تلقح زين دم الطذ البيضة، اشحال ليجتلب حضنه وليده سالم وترس جفه من وريده، وذبه للسما وللقاع ما خار. بعض المقاتل تقول تحير المولى شلون يرجعه، شي يقول لأمه لعمته لأخته، ما الذي يجيب؟ رجع الإمام على أي حال، رجع إلى المخيم، أول من استقبلته سيدتنا سكينة، أبا هل سقيت أخي الماء وهل بقي شيء من ساعد الإمام؟ قال لها خذي أخاك فإنه مذبوح من الأذن إلى الأذن. الله، وكأني بسيدتنا زينب، بسيدتنا سكينة تنادي، يا خويا عاش من حبك وشمك، يا خويا عاش من راك لمك، لغسلنك يا خويا بفياض دمك وقبرك بالقلب يا خوي لحفر. خرجت سيدتنا زينب وكأني بها، الله ساعدوها ونوا معها، يا خويا يا خويا الطفل الماء خذته، عيب سهم العدا مذبوح جبته، يا خويا يا خويا الطفل عني دغطي، انا مالي قلب بالعين اصد لي اشوف الذبيح وما ادري اجلي، هذا الخفت منا طحت بي. الدور الاساس المن لامه الرباب، اخذته تنظر اليه، يا ابني انوح عليك، يا ابني انوح عليك، مدري نوح وياهن والوياي بلواهن، مثل بلواي بلواهن، ما هن المصايب ما جرى ما هن، ما هن المصايب ما سمعنا بهاي، هاي امك يا عبد الله لطفت عيني، يا ضي على دربه يجديني، سهم الصاب نحرك، سهم الصاب كل ما ذيك ما ذيني، يا ابني السهم نبت بقلبي ما نبت بحشاي. وويلا تقل لي امه، هذه الرباب مؤمنين مؤمنات لما رجعت الى المدينة ما استظلت بظل، قالت ارفعوا سقف الدار، قالوا لها يصير بيت من دون سقف؟ ما يصير. قالت كيف استظل بظل وبقي جثمان الحسين على ارض كربلاء 3 ايام؟ وليلها شنو كان؟ شلون كان ليلها؟ يا ابني يا عبد الله على فرقك ورم صدري ودرت لك ثداياك، يا ديان قل للحرملة وياك من نشبحت للماي عيناك،
اني اشمع ليك بسامر معك، اي والله انا اشمع ليك بسامر معك. الدور وصل المن؟ الى مولانا ابي عبد الله الحسين. وداع الحسين أعظم مصيبة من أعظم المصائب على قلب الزهراء، مصيبة أبي عبد الله الحسين، روحي له الفداء صلوات الله وسلامه عليه. كان يهجم على القوم ينادي: أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. يهجم على الميمنة، يهجم على الميسرة، هجم إلى جانب العلقمي، أحقم فرسه الماء، دخل إلى المشرع، نزل من على ظهر جواده، فرسه وأنزل رأسه لكي يشرب الماء. قال له الإمام: يا جواد، أنا عطشان وأنت عطشان. وإذا بجواده يرفع رأسه كأنما عرف ما يقوله الإمام. اغترف الإمام غرفة لكي يشرب الماء، وإذا بالعين نادى: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد عتك حريمك؟ صاحب الغيرة رمى الماء على الماء، رجع إلى المخيم. يا شيعة يا موالون، راد عياله من العطش يوما ساعدوا. صاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطا قاما يحوما، تطيح عليه وحدتين وتعثر. يا زينب صاحب من ود عني، هذا اليوم تالي وداع مني، بعد ساعة يا ويلي يفقدني. يشوف اللي على الثرى مطبر مخذم، خرجت النساء: سكينة، فاطمة، سيدتنا زينب، العلويات، الفاطميات، كلهم طلعان يحومون حول أبي عبد الله. واحدة تقبل وجهه، الأخرى تقبل يده، الأخرى تقبل رجله، والكل ينادي: إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ ركب الإمام على صهوة فرسه، أراد الانحدار إلى الأعداء، وإذا بسيدتنا زينب تنادي: مهلا مهلا يا ابن الزهراء. قالت له: أخ حسين، انزل من على ظهر جوادك. نزل المولى، قالت له: اكشف لي عن صدرك. كشف لها عن صدره، وإذا بسيدتنا تقبله في صدره، وتشمه في نحره، ثم وجهت وجهها نحو أمها الزهراء: أمه، لقد استرجعت الوديعة. قال لها أختاه: ما الخبر؟ قالت له: أخ حسين، إن أمنا فاطمة في آخر يوم من أيام حياتها قالت لي: بنتا زينب، إذا بقي الحسين وحيدا فريدا في أرض كربلاء شميه في نحره،
وقبليه في صدره نيابة عني. لماذا يا شيعة؟ لأن نحر الحسين موضع سيوف بني أمية، وصدره موضع حافر الخيول. رحم الله من نادى وحسينا وسيدا. وإذا بسيدتنا سكينة تقدمت، أبا أجلسني في حجرك، أجلسها في حجرك. لا تتعب، هذه الليلة ليلة مصيبة، ليلة أجر، ليلة بكاء صاحب الزمان. أبا أجلسني في حجرك، أجلسها في حجره. أبا امسح على رأسي كما يمسح على رؤوس اليتامى. أخذ المولى يمسح على رأسي وهو يبكي ويتبكي. تقل تقل يا ابويا نروح كل احنا فداء. ايد خذني يا عزيز الروح وياك، اغاب اغاب يا ابويا واقعد ارجاك. واقول السافر لمن يصدر بعد شم لسان حالها. شو تقول له؟ تقول له لا تسافر، لو رحت وياك خذنا. لا تسافر ويا يا لا تسافر، عظم عينك من إلنا. لا تسافر بويا يتشتت شملنا. لا تسافر، لا رحت سلم علومنا على الزهراء. ذهب إمامنا الحسين. لحظات وأختم. عظم المصيبة، قاتل مولانا أبو عبد الله الحسين قتال الأبطال، قتال أبيه أمير المؤمنين، حتى وقف يستريح قليلا وإذا بلعين رماه بحجر في جبهته. وقف عشب يستريح حسين ساعة، ضعف حاله وضعف حاله. ويلا ضعف الإمام كما تقول بعض المقاتل. رن الحجر من وجب شعاعة، ودم مثل ما العين فجر. سال الدم من جبهته على عينه، رفع ثوبه لكي يمسح الدم، وإذا بلعين رماه بسهم في قلبه. رحم الله من ناداه وحسينا وسيدا. شال حسين ثوبه يمسح الدم، لن سهم لن ثلث ناجع بسام. وويلاه يا شيعة، حاول الإمام أن يستخرج السهم من أمامه ما تمكن. انحنى على قربوش سرج فرسه، استخرج السهم من قفاه، وسال الدم كالميزان.
أخذ يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. الجواد افتهم، الجواد اللي كان راكب عليه شوية سمعون شوية سمعون، الجواد علم بأن المولى يريد أن يقع على الأرض. يميل الإمام يمينا، يأتي الجواد إلى اليمين لكي لا يقع الإمام، يميل يسارا يميل مع الإمام. شاف الإمام ما يقدر يستقر على ظهره، فتح يديه ورجليه، ألصق بطنه على الأرض، فنزل الإمام على التراب واضعا خده والجواد يحوم حوله. حاولوا أنه يلزمون الجواد، ما تمكنوا من ذلك. الجواد يجمع الشكيمة يضعها في يد أبي عبد الله الحسين، شاف الإمام ما يقدر، لطخ ناصيته بدم الإمام ورجع مهمما إلى خيام أبي عبد الله. إمامنا الباقر يقول كان يقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، يقول مهدي آل محمد. أبيات الدعاء، مقطع الدعاء: فلما رأينا الجواد مخزيا والسارج عليه ملويا برزنا من الخدور على الوجوه الأطمات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات وصلا للحسين. أبيات الدعاء: قعد اليم باليم نحبب، سكنة عد ذلين وهذيب جن، الرباب تصيح بالحيل الاطمان، وانت بجي يا سكنة لا تفترين. سيدتنا زينب التفتت الى سكينة: عم يا سكنة خل جعبة، ما بيني وبينك نسل دا، بل جن يفك عانا او ننشد يا جرح ما فيهم ضهدا. رحم الله الكعبي، اطلبوا حوائجكم. رحم الله الكعبي يصور هذه الصورة: فواحدة تلتحن عليه تضمه، واخرى تفديه، واخرى تقبله، واخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، واخرى لما نالها قد نالها ليس تعقل. انا لله وانا اليه راجعون. عظم الله اجورنا واجوركم، ورزقنا الله الاخذ بثأره تحت راية امام مهدي من آل بيت محمد.